والرئيس السابق لوحدة البيدياتريك اندوكرينولوجي في عين شمس طبعا، وغنية عن التعريف، ومن يعني اشطر الناس في الاندوكرينولوجي. صباح الخير. يعني التوك دي هتبقى اكتر فوكست للهم انترستد في الاندوكرينولوجي او بيشتغلوا في الجان التأمين. اول حاجة هنعمل كده شوية اسئلة بسيطة كده، نشوف ننعنش الذاكرة. يعني ده هوريكم الجروث كيرف بتاع ولد عنده 7 سنين، الهايت بتاعه على -1.8، بس اللي خلى الدكتور تو ريفير ان الولد في فولترينج اوف جروث. فايه الحاجه اللي تحبوا تعملوها له على طول؟ هل تعملوا له بون ايج ولا جروث هرمون بروفوكيشن، كاريوتايب، اكسكلوجن اوف كرونيك ايلنس، نيوتريشنال ديفيشنسي، او سايكو سوشيال بروبلم؟ اول حاجه هنحب نعملها ايه؟ تمام، exclusion of a chronic illness. We have to exclude كل حاجه ممكن تاثر لي على الجروث الاول. بعد كده عملنا له الحكايه دي، في normal blood picture، liver functions وkidney functions وكل حاجه تمام. فالخطوه الثانيه هتبقى ايه؟ واحد ما فيهوش حاجه خالص normal، بس الجروث is faltering، هنحب نعمل له growth hormone provocation test. مش هنعمل bone age قوي، لان bone age حاجة aiding in the diagnosis, it's not a diagnostic tool. ومش هنحب نعمل karyotype لان ده ولد، وال IGF-1 level ساعات بيبقى normal في growth hormone deficiency. فهنعمل growth hormone provocation، طلع لي 0.2 0.7 البيكس بالكلانيدين وال ITT. الخطوة اللي بعد كده هتبقى ايه؟ هبتدي على طول growth hormone treatment، ولا هديله IGF-1، ولا هعمل له MRI، ولا IGF-1 level تاني؟ نعمل MRI. طب ايه الحاجه اللي تخليكي تعملي MRI؟ ايه اللي في الهيستوري بتاعه ده او في البرزنتيشن نخلينا نعمل MRI؟ ان عنده 7 سنين، يعني لو هو congenital growth hormone deficiency او idiopathic growth hormone deficiency he should have started faltering at the age of about 2 years. طيب طلع عنده، طبعا لما عملنا MRI طلع عنده كرينيو فارينجيوم. ده حاله تانية، في الحاله دي برضو في فولترينج اوف جروث، والولد عنده 5 سنين ونص على -3.5 ستاندرد ديفيشنز، يعني فرانكلي فيري شورت، في نورمال بودي بروبورشنز ونو ايفيدنس اوف اني كرونيك ايلنس. فده هيبقى ايه الدايجنوستس بتاعه؟ congenital growth hormone deficiency، لان احنا لو بصينا على الكيرف هنبص نلاقي ان حصل faltering of growth at the age of 2 years, which is the age اللي بيحصل عنده ال dominance of growth hormone to control growth. خلاص، فالكيرف ده مهم جدا، يعني لو الطفل اول ما اتولد مشي بالكيرف بتاعه الدكتور اللي هيشوفه بعد كده هيقدر يشخص من غير ما يتعب نفسه قوي. طيب الولد ده عنده 12 سنه و -7.5 ستاندرد ديفيشنز، فيري بور جروث فيلوسيتي، والبيكس بتاعت الجروث هرمون 0.2 0.5 بالاي تي تي والكلانيدين. فابتدينا له جروث هرمون تريتمنت فور اباوت 9 مانثس، واز وي سي ذير از نو ريسبونس. طيب الكوز بقى البور ريسبونس للجروث هرمون، نون كومبلاينس، جروث هرمون انتي بوديز، لارون سيندروم، ولا ذا دوز از نوت كوريكت؟ مش لارون، لان هو البيكس بتاعه الجروث هرمون بروفوكيشن 0.2 0.7، فهيبقى جروث هرمون انتي بوديز. الدوز از نوت كوريكت دي غلطه الدكتور، لما يقعد 9 شهور قاعد مش عارف يحسب الدوز مظبوط دي صعبه شويه. وبعدين الديفيشنسي الجامده قوي دي لو اداله اي حاجه هيطول. نون كومبلاينس برضو صعبه، لان ولد -7.5 عنده 12 سنه وقصير قوي، اي ثينك هي ويل بي كومبلاينت. وفعلا عملنا له الجيناتيك ميوتيشن وطلع عنده ديليشن اوف ذا جروث هرمون 1 جين. طيب التريتمنت في الحاله دي هيبقى ايه؟ لارج دوزز اوف جروث هرمون، ولا جروث هرمون مع اي جي اف 1، ولا اي جي اف 1 لوحده؟
اي جي اف 1 لوحده. ليه؟ لان هو لو اديته جروس هرمون هت انديوس مور انتي بودي برودكشن ومش هيعمل حاجه. فانت بتدي له الجروس هرمون هتدي له السايد افكتس بتاعته مش هتدي له البنفيت. طيب لما اخذ اي جي اف 1 طبعا الجروس فيلوسيتي امبروفد قوي، بس النقطه ان مش هيدي نفس الاثر اللي بيديه جروس هرمون لان يو ار ميسنج ذا جروس اكشنز بتاعه الجروس هرمون. طيب الجروس هرمون ريبليسمنت از نوت جاست فور امبروفنج لينير جروس، بيحسن لي بيزود اللين بودي ماس، بيقلل الفات ماس، بيمبروف الكارديوفاسكولار فانكشن والليبيد بروفايل اند سو اون. الفريكوينسي اوف ادمنستريشن از فيري امبورتنت عشان البلس، يعني كل ما بنعمل بلسز للسيلز بدي ريسبوند احسن. وكمان اللي بياخدوا جروس هرمون سبلمنتيشن او ريبليسمنت بيدوا نفس الجروس باترن بتاع النورمال تشيلدرن، يعني ممكن يبقى بدي امبروف احسن في السمر عن الوينتر اند سو اون. اتس نوت very consistent all through the year. يعني عشان كده بنقول لازم نعمل gross velocity at least over a period of 6 months. ولازم ناخد بالنا ان لو ادينا الجروس هرمون تريتمنت we have to look for two hormones مهمين قوي، ال T4 والكورتيزول. ال T4 ليه؟ لان احنا ممكن الجروس هرمون تريتمنت to unmask TSH deficiency فيبتدي الولد يخش في secondary ثايرويد هرمون ديفيشنسي وما يبقاش الريسبونس للجروس هرمون تريتمنت اوبتيمال. واذا كان بان هايبو واحنا بنديله ريبليسمنت للكورتيزول ارجو ان الدوز تبقى يا دوبك اللي تخليه ما يحسش بفاتيج ويبقى كويس، لان الدوز از لو از 7.5 ملي جرام هيدروكورتيزون كان افكت الريسبونس للجروس هرمون. نيجي بقى نبص على الكيرف ده. الكيرف ده بيورينا الاماونت اوف جروس هرمون سيكريتد ان 24 اورز سوبر امبوزد على الجروس فيلوسيتي كيرف. هنلاقي ان الاماونت از انكريست فيري ماتش ديورينج ذا بيوبرتال سبيرت. ذيس باجز ذا كويستشن بقى، هل نزود الدوز ديورينج بيوبرتي ولا لا؟ الانسر لا، ان يعني في ريكومنديشن اجينست ان انت تزود الدوز ات بيوبرتي. وكان في تو ستاديز اتعملت، واحده منهم لقت ان ال increasing the dose during puberty ما بيعملش improvement لل SDS بتاع الهايت، بيزود البون ايج ادفانسمنت. والدراسه الثانيه لقت ان بيحسن ال SDS وما بيأثرش على البون ايج. طب ايه الفرق بين الاثنين عشان نوصل للconclusion؟ ان انت لو زودت الدوز قبل البيوبرتي، قبل ما الطفل يشوز clear signs of puberty بتأذيه، لكن لو دخل في puberty ولقيت ان الهايت SDS بتاعه مش كويس you can increase the dose. بس دي في حالات ايه؟ ال non-gross hormone deficient children، يعني بتكلم على ISS. لقوا ان الدوز بتاع الجروس هرمون لو زاد في ال idiopathic gross hormone deficiency during puberty ما بيأثرش على الفاينل هايت بتاعي. فما فيش ريكومنديشن ان انا اي انكريس ذا دوز ديورينج بيوبرتي. طب هاو تو ايفالويت الريسبونس للتريتمنت؟ الريسبونس تو تريتمنت ليه كذا حاجه وما فيش اي كونسنسس ازاي انا اقول الطفل ده از ريسبوندينج ولا لا. بس الموست انفورماتيف بصراحه هي الانكريس ان هايت فيلوسيتي. فلو قال الانكريس ان هايت فيلوسيتي بير يير عن 3 سنتي يبقى الولد ده از نوت ريسبوندينج. عشان كده في التامين بنقعد نقول بليز بيفور ريفيرال يو هاف تو اوبزرف ذا تشايلد فور ا بيريد اوف 6 مانثس. وبنلاقي ريزيستنس فظيع جدا للنقطه دي. النقطه دي بتساعدنا بعد كده وان وي ار فولوينج اب ذا تشايلد، هل هكمل مع الولد ده ولا مش هكمل؟ يعني انا مش هدي علاج بألفات علشان واحد يجيب لي مثلا سنتي ولا 2 سنتي زيادة في السنة لمدة مثلا سنتين ثلاثة، يبقى أنا ما عملتش حاجة. سنتي في يعني 3 سنتي في الآخر ويكون أخذ مثلا تريتمنت ب 50 ولا 100,000 جنيه. طيب السيفتي بقى، طبعا أهم حاجة الناس كلها بتخاف منها إن في الريجستريز all over the world about 20% من الشيلدرن اللي بياخدوا جروس هرمون دول survivors of malignancy. فبيخافوا من النقطه دي جدا. فمفيش اي ايفيدنس تو ديت تو انديكيت ان هو بيعمل سيكندري مالجنسيز، لان السيكندري مالجنسيز دي انهيرنت للبرايمري مالجنس. يعني التريتمنت بتاع البرايمري مالجنسي بيخلي الطفل سسبتبل تو سيكندري مالجنسي.
فلازم بعد ما يحصل ريميشن وياخد العلاج بتاعه for a period of one year والدنيا هادية we can start the growth hormone treatment. كان طلع داتا من اليابان وكده ان في اللوكيميا الانسيدنس اوف لوكيميا بيزيد بس دي ما كان was not reproduced in any study further study in any part of the world. اللي عندهم اكروماجلي بيجي لهم كولن كانسر فكان في تخوف من الحكايه دي برضو it's not supported to date. بس في حاجه مهمه بقى ان انا لما يجي لي الطفل عنده propensity ان يجي له malignancy زي النيوروفايبروماتوسيس تايب 1 الفانكوني انيميا داون اند بلوم سيندرومز دول ممكن قوي ما فيش برضو evidence to indicate ان الانسيدنس اوف malignancy بيزيد with growth hormone treatment but they are susceptible. فيو هاف تو فولو ذم اب فيري meticulously اف يو ار جوينج تو جيف ولازم البيرنتس يبقوا انفورمد ان ذي ار اكسبوزينج ذير تشايلد تو ذا ريسك اوف مالجنسي. وبصراحه انا ما لا يمكن اخد الريسك ده مع اي تشايلد. اهم طبعا سايد افكت بيجي مع الجروس هرمون تريتمنت هو البناين انتركرينيال هايبرتنشن. دي بتحصل تقريبا في 1000 تشايلد بس اي ثينك ذس از ان اندر استيميت. وطبعا الجروس هرمون بيقلل السنسيتيفيتي للانسولين فعشان كده بس الجلوكوز هوميوستاسيس ما بيتاثرش ومفيش ايفيدنس تو انديكيت انه بيزود الانسيدنس اوف تايب 1 اور تايب 2 دايابيتس. بس لو في حد عنده فيري سترونج فاميلي هيستوري اوف دايابيتس لو مودي ولا اي تايب 2 او كده يو هاف تو بي كيرفول تو فولو هيم اب. الجروس هرمون ديفيشينسي اتسلف بريديسبوزس للسليب كابيتال فيمورال ابافيسس. مع الفيرزر جروس اللي بيحصل مع الجروس هرمون ثيرابي ممكن تحصل الحكايه دي. فلو جاي حد بجوينت بهيب بين او ني بين او ليمبينج يو هاف تو اكسكلود السليب كابيتال فيمورال ابافيسس. ممكن يزود الديجري اوف سكوليوسس فيو هاف تو يعني تو اكسكلود ان التشايلد هاز سكوليوسس. واذا كان عنده لازم يبقى معاك اورثوبيديك سيرجن عشان تو فولو ذا تشايلد. والافاسكولار نيكروسس كمان ممكن يحصل مع الحاجه دي. طبعا في ناس كتيرة قوي انا فاكرة من زمان كده جالي ناس حتى في الدمرداش ما جوش في البرايفت بيسألوا ان الولد يعني اتجوز ما خلفش ولقوه ان هو ازوسبيرميك وبيقولوا ان هو اخد جروس هرمون وهو طفل. وكتير اكيد حد تسأل السؤال ده. It's not, it does not affect the pubertal development او الجونادل function. بس زي ما قلنا كان افكت الميتابوليزم بتاع الثايرويد هرمون والكورتيزول. بمعنى ايه؟ ان مش بس ان هو الكورتيزول بيعاند الاكشنز بتاعت الجروس هرمون، لا الجروس هرمون بيزود الاكتيفيتي بتاعت ال11 هيدروكسي ستيرويدي هيدروجينيز انزيم اللي هو بيحول الكورتيزول للكورتيزون. فعشان كده لو حد بياخد ريبليسمنت ممكن قوي ان هو تاثير الكورتيزول يقل. فوي هاف تو يبقى في فاين بالانس بين الدوز اللي انا بديها ان التشايلد يبقى حاسس ان هو قادر يكمل اليوم بتاعه وبان انا اعمل سبريشن للجروس هرمون افكت. وطبعا البنات اللي هما تيرنر لما بياخدوا جروس هرمون وي هاف تو فولو الجلوكوز ميتابوليزم بتاعهم كويس قوي. الكرونيك كيدني ديزيز لازم برضو تو فولو الجلوكوز هوميوستاسيس والليبيد بروفايل بتاعهم. ولو عملوا ترانسبلانتيشن لازم اخد بالي من ان الجرافت از فايبل وما فيش يعني تو سيرفي فور مالجنسي. بس ثانك يو. تايم مانجمنت خرافي يا طارق. شكرا يا فندم وعلى الالتزام طبعا بالوقت. واسمحوا لي ان انا اقول كلمه بس عن المؤتمر واشكر الدكتوره نجلاء اللي اديتنا منهج الهيماتولوجي كله امبارح. ومحظوظين قوي دكاتره الام دي لو حد داخل ام دي وخد المنهج كله فروم اي تو زد زي ما يكون كده خدنا درس خصوصي. الف شكر يا فندم.